أهلا بكم مع حلقة جديدة من نحن وأصدقائك. انطلاقتنا اليوم تكون من صالة التزلج وبالتحديد الصالة الصغيرة. ليش صالة التزلج؟ بعد هالفاصل راح أقول لكم. أهلا بكم من جديد. بالبداية قلنا لكم إحنا انطلاقتنا من صالة التزلج ومن الصالة الصغيرة. ليش الصالة الصغيرة؟ لأن باشر إن شاء الله راح تنطلق عروض فنية للفريق الكويتي للتزلج على الجليد. اللي وده يتعرف على نوعية هذا العروض ندعو لهذا اللقاء مع أحلام العقيل، هي مدربة الفريق الكويتي للتزلج على الجليد. التقينا فيها، رحبنا فيها وقلنا لها شنو نوعية هذه العروض اللي راح تنطلق باكر. والله احنا احتفالا يعني ببداية العطلة الصيفية ونجاح الأطفال ان نقدم للجمهور نوع من العروض شوي راقي، حتى احنا استدعينا أبطال من أبطال أوروبا، أولغا أوديم وترشنكو أنتون ترشنكو، يساعدونا في بعض العروض، يقدمون لنا عروض مستواها عالي، بالإضافة اللي إحنا دربنا الفريق الأساسي الفريق الكويتي التزلج على الجليد، خبرته مدة التدريب اللي فاتت اللي هي تقريبا 4 سنين، إنه يقدم حق الجمهور عروض حلوة. هذه أول عروض راح تكون للفريق الكويتي؟ هذه أول عروض. إحنا قدمنا في السابق عروض كانت بسيطة اللي هي مدتها نص ساعة، نقدمها حق المجموعة اللي كانوا يتدربون، بس اما للببليك سكيتر لعامه الجمهور هذا اول عرض. العروض هل تحمل فكره معينه؟ العرض اللي احنا مقدمينه الحين قاعد يمثل فيلم ترافولتا غريز، فيلم مشهور جدا وسوى له احتفال بمرور 20 سنه على هالفيلم، فاحنا قاعد نعرض الفيلم هذا بطريقه ايقاعيه التزلج. اختي احلام، بالاساس يعني عدد فريق التزلج على الجليد الكويتي كم عددهم؟ والله انا بديت من عيالي، يعني أنا كنت مدربة وتدربت وأنا صغيرة، فأسست يعني هذه كانت هوايتي المفضلة، فأسست في عيالي لما لقيت عندهم الرغبة بدينا برنامج تدريبي مكثف، يعني معدل 4 ساعات يوميا. لما شفت يعني من 4 سنين إحنا بدينا، لما شفت إن المستوى ما شاء الله عالي، أخذتهم بطولات في الخليج، حصلنا على المركز الأول وطلعنا في بطولات آسيا اللي كانت في بانكوك 2002، ما شاء الله يعني من 600 لاعب أخذنا المركز الثاني. هني بدأت الفكرة أني أسس أكبر عدد الفريق، أخذ ناس من الجمهور وأسس بحيث يكون عددنا كبير. كم وصل الحين؟ الحين تقريبا 29 لاعب. وأولاد وبنات؟ أولاد وبنات. لو واحد مثل الحين يعني من برا بيدش بالفريق، يعني في شروط معينة مثلا؟ لا ما عندنا أي شروط، بس إحنا أهم شيء أن الأهالي يكون عندهم التزام، بحيث أنه يعني لما نبتدي مع مجموعة إحنا بناخذ مبتدئين في البداية، بس نحب نكمل، يعني مو شهرين ثلاثة، وفي ناس غالبا الكويتيين يعني ما عندهم استمرارية في العمل، يعني في بعض العوائل. لو ردينا مرة ثانية أختي أحلام حق العروض اللي راح تبدي، احنا ذكرينا فيها متى ان شاء الله راح تنطلقون؟ احنا ان شاء الله باكر اول عرض الاربعاء يوم 16/6، نعم، راح نبتدي من الساعه 6:30 للساعه 8 مساء، والعرض الثاني يوم الخميس وراء 17/6 من الساعه 6:30 للساعه 8 مساء. ذكرين الناس فقط، احنا بما ان في صاله تزلج فيها صالتين، اي واحده راح تكون احنا ان شاء الله؟ الصاله الصغيره راح نقدم العرض. نعم، ذكرتي أثناء كلامك أختي أحلام إن في فريق عالمي من الدانس يشارك مع الفريق الكويتي، هل في يعني راح تستفيدون من خبراتهم في مجالات ثانية طوال فترة الصيف؟ طبعاً إحنا لما نستجلب من الخارج خبرات يعني عريقة، هم كم سنة في التزلج، يرفع من مستوى الفريق اللي عندنا، يحثهم على الشغل، خاصة إحنا رياضتنا صعبة، فيها إصابات، فيها طيحات، يبيلها مجهود، يبيلها يعني بال وسيع، إن الواحد يعني يستمر يضغط على نفسه عشان يرتفع. فلما نجيب أبطال من الخارج تحس إنه
يصير عندهم رغبة أن يشتغلون أكثر، يستفيدون من خبراتهم. نعم. أثناء بداية كلامك أيضا قلت إن بداية فصل الصيف للعروض هذه، هل العروض هذه راح تستمر بعد يعني راح نشوف عروض ثانية؟ إن شاء الله. إحنا نتمنى أن تكون لنا فرصة نسوي عروض في نهاية الصيف قبل المدارس. يعني قبل المدارس باك تو سكول نسوي لهم يعني عرض قبل رجوع المدارس. نعم. عموما احنا شاكرين لك اختي احلام، وان شاء الله طبعا احنا من خلال نحن اصدقائك تكون لنا متابعه لهذا الفريق الكويتي اللي نتمنى له التوفيق. ان شاء الله. تسلم. مشكورين. فهد، من متى وانت عضو فريق الكويت اللي تزلج؟ والله بديت تزلج على الجليد قبل 4 سنين. شو اللي حببك فيها؟ الوالدة كانت تتزحلق قبل سابقا يعني، فجذبتنا حق الهواية، قالت شوفوا شنو كنا نلعب قبل. فانجذبنا لها، بدينا مشينا. فهد، شنو الحلو بلعبة التزلج؟ لعبة يبي لها تركيز وتوازن، ونفس الوقت ثقة بالنفس لما تتزحلق، لأن أي تردد باللعبة يعني يشكل مثل عائق. فهد، أنتوا الحين فريق كامل، لازم يكون في تجانس بينكم؟ من أي ناحية؟ يعني مع بعض، يعني تطلعون بعض، يعني مثل تشوفون بعض إن تقلدون بعض بحيث إن ما تخربون اللعبة؟ هذه اللعبة هي في ألعاب كثيرة يعني. مثلا في عندنا لعبة اللي الزوجي، الزوجي يحتاج انه تسوي نفس الوقت اللي معاك رفيجك شلون يسويها نفس الوقت. أيه. طلع عليه نفس الرذم. وفي لعبة مثل السنجل اللي انا قاعد العبها الحين، فردي. أيه. هذه يلعبونها مثل بروحك وعلى مهارتك انت. زين فهد، الحين انتوا ان شاء الله باكر عندكم عروض حق الجمهور، هل تدربتوا مثلا عملتوا بروفات؟ نعم، بدينا بروفات ندرب عليها يوميا يعني الصباح، لان يكون الصاله مو مزدحمه نقدر نتدرب نسوي بحيث نقدم عرض حلو. فهد، انتم يعني مستانسين ومستفيدين، حاسين انكم بالفعل مستفيدين ان في فريق عالمي معاكم قاعد يشارك، قاعد حتى بالبروفات معاكم موجودين؟ طبعا، لما يعني فريق عالمي ويانا نقدر نكتسب خبرات منهم. قاعد تستفيدون منهم يعني؟ طبعا نستفيد. فهد، شاركت برا انت؟ شاركت بطولات عديدة، منها بطولة أندية الخليجية حصلت عليها المركز الأول. حلو. وشاركت بطولة آسيا، توسعنا، كان شارك بطولة آسيا. حلو. حصلت المركز الثاني في آسيا. وتوه قبل شهرين تقريبا هم شاركت بطولة أندية الخليج وحصلت مركز الأول. نور، بالفريق الحين أيضا أنتوا كبنات شاركتوا برا الكويت بعد؟ إيه، شاركنا بدبي على الخليج، طلعنا مراكز الأولى. وشاركنا بآسيا من قبل سنتين، طلعت المركز الأول على كل فريق بنات، على فريقي وعلى عمري. حلو. نور، يعني يوم سافرت دول الخليج تحسين بعد يعني هناك البنات دول الخليج يعني مهتمين باللعبة هذه؟ في بنات وايد يعني أكثر من الكويت هنا قاعد يشاركون فيه؟ دبي في وايد بنات من هناك، وايد فريق كبير يعني تدريبهم صدق، يدربون وايد. مستعدين حق حفلة باكر بالنسبة حق العروض هذه؟ إيه مستعدين. بما أن إحنا موجودين في صالة التزلج بنعيد ونكرر الخبر الخاص في النساء، كل يوم ثلاثاء صالة التزلج تستقبل النساء على فترتين، الفترة الأولى من 6:30 لـ8، والفترة الثانية من 8:30 لـ10، والتذكرة من 3 دنانير إلى 2 دينار. الدعوة مثل ما قلنا خاصة بالنساء. أيضا أعزائي المشاهدين، من صالة التزلج انطلقت دورات امرح وتعلم في مرافقنا اللي تنظمها شركة المشروعات السياحية للسنة الثالثة على التوالي للأطفال من سن 6 سنوات وما فوق. الدورات انطلقت من خلال الكلمة لنائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية في شركة المشروعات السياحية خالد الغانم.
حقيقة يسعدنا التواجد الطيب من الأهالي اللي تساهم معانا بإنجاح فعالية من فعاليات شركة المشروعات السياحية وللسنة الثالثة على التوالي في برنامج أقام بإعداده كوكبة حقيقة من الكوادر الوطنية هي أمرح وتعلم في مرافقنا. الحمد لله للسنة الثالثة نلاقي نجاح وتجاوب مع الأهالي والمواطنين في قضية التفاعل معنا لإنجاح قضية مهمة جدا في كيفية الاستفادة الولد أو البنت خلال فترة الصيف بعد انتهاء مراحل الدراسة والاستفادة واستغلال طاقاتهم واستثمارها بالشكل المناسب اللي احنا نتمناه وتعود بالفائدة على الطفل بشكل مباشر وعلى الأسرة بمرحلة ثانية ومن ثم على المجتمع واللي احنا قاعد نشتغل لهذا الأجل. حقيقة باسمي وباسم شركة مشروعات سياحية نضع كل الشكر والتقدير لثقتكم الغالية لتكرار عملية تسجيلكم في هذا البرنامج، وهذا يعطينا انطباع بالثقة اللي زرعتوها بالتواصل مع شركة مشروعات سياحية بشكل عام ومع الإخوان في مكتب تدريب وتطوير. الهدف الأساسي اللي أنشئ من أجله هذا البرنامج هو في البداية عملية التواصل مع العائلة الكويتية، والفكرة الثانية أو الميزة الثانية هي قضية تطويع الولد أو البنت في مراحل الأولى للتعرف على مرافق المشروعات السياحية ومن ثم الاستفادة والتعلم من خلالها سواء كمبيوتر أو سباحة أو تزحلق أو اللغة الإنجليزية. وما نسينا كل الزخم الكبير من قضايا التعليم، ما نسينا بنفس الوقت أن يكون هناك الجانب الأكاديمي، الجانب الاجتماعي والجانب النفسي والجانب الديني، وهم ركائز أساسية تعطي شخصية الولد والبنت عند كبرهم إن شاء الله وبلوغهم سن يعود بالفائدة على العائلة. ونتمنى أنهم كلهم نشوفهم في المستقبل القريب قياديين في مرافق الدولة المختلفة. اللي يهمنا يمكن خلال الثلاثة أسابيع هي مدة البرنامج أن يكون هناك ملاحظات، يكون هناك نقص في أداء ومكونات البرنامج. العمل الكامل هو والله عمل الله سبحانه وتعالى، حنا بشر نخطئ ونصيب ونجتهد. الإخوان في البرنامج اجتهدوا كل طاقتهم، وفروا كل الإمكانيات والطاقات لإنجاح هذا البرنامج، لكن يبقى الكمال لوجه الله سبحانه. فنسعى منكم في بعد نهاية البرنامج إن وجد هناك ملاحظات أو نقص، أول شيء تحملونها بصدر رحب، هاي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية تبين لنا كنقد حتى نتلافاه في السنوات القادمة. التعاون هو السمة الأساسية لإنجاح البرنامج. برنامج يكون من دفة واحدة من المشروعات السياحية ما راح ينجح إذا ما يكون هناك تعاون من قبلكم وبيان وين في جوانب النقص أو الخطأ، ونحاول حنا إذا قدرنا خلال البرنامج نفسه نصلحها أو نكملها. إذا ما قدرنا أنتوا أصدوركم وسيع إن شاء الله تتحملونها حتى الآخرين في مراحل التسجيل اللاحقة نتلافاها إن شاء الله. قبل الختام نحب نذكر بأن الفريق الكويتي للتزلج على الجليد اللي راح تنطلق عروضه من باكر، اللي وده يحضر ويشارك ويتعرف أكثر على هذه العروض نقول له مثل ما أنت شايف هذه أرقام صالة التزلج، بإمكانك الاتصال والاستفسار أكثر عن عروض الفريق الكويتي للتزلج. وصلنا معاكم إلى ختام نحن أصدقائك، الأسبوع المقبل لقاء آخر إن شاء الله. مع السلامة.